دايما بتابع النشاطات بتاعت اطباء بلا حدود، وبعدين في يوم من الايام لقيتهم بيقولوا ان هم مش بس محتاجين اطباء ومحتاجين وظائف اخرى، فقدمت على طول. وبعد ما عملت الاختبارات حسيت ان انا ممكن اساعد في المنظمه. امتى قلت لماما؟ طيب قلت لماما قبل ما اسافر باسبوعين، وكانت مشجعه جدا هي وبابا، وكان عندهم شويه قلق صغير طبعا، بس هم عارفين ان ده حلمي وما يقدروش يقفوا في طريقي. بس انا كنت مسافره في اخر اسبوع في رمضان، وكنت هعيط في جنوب السودان، فكان لازم اخد الكحك بتاع ماما. هل حسيتي ان شغلك مع اطباء بلا حدود يعني بعدك عن عيلتك؟ هو وضع الاتصالات هناك ما كانش احسن وضع، بس في علاقات ما بتتاثرش ولا بمسافات ولا بوقت. طب وكان ايه اول حاجه عملتيها لما رجعتي بلدك؟ هو انا كنت متخيله ان انا اول ما ارجع اول حاجه اعملها ان انا هشرب قهوه تركي، لان هي كانت وحشاني جدا. بس انا رجعت ماما وماما كانوا مستقبليني في المطار في العربيه. بصراحه نمت من مشوار القاهره لاسكندريه. ما جابولكيش قهوه تركي؟ لا، هي التجربه غيرت فيا كتير. بقيت افهم اكتر يعني ايه اكون مسؤوله مش بس عن نفسي، لا عن تيم كامل. تعلقي بالماديات قل كتير ومبقاش ليها قيمه. هل انت ما زلت متحمسه انك تروحي بعثه جديده؟ طبعا. انا اسمي مريم محجوب، ودي حكايتي مع اطباء بلا حدود.